بعد مرور نحو عامين على سيطرة طالبان على أفغانستان، تواجه الحركة تحديات عدة، والأول مجموعة المقاومة المسلحة المناهضة لها على رأسها جبهة المقاومة الوطنية، والثاني تنظيم داعش ولاية خراسان. الأخير شن هجمات أحرجت الحركة عندما استهدفت بعثات أجنبية في كابول مثل روسيا وباكستان، وأيضا إلى جانب أن داعش خراسان استقطب عددا كبيرا من مقاتلي طالبان مستغلا تأييدهم لمواقفه المتطرفة تجاه الغرب. يتهم البعض حكم طالبان بأنه إقصائي متمركز حول البشتون مع تهميش للأقليات وأولئك المرتبطين بالحكومة المنهارة، وهو ما يزيد من حالة عدم الثقة مع دول آسيا الوسطى الحدودية المهتمة بعرقياتها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.